المبارك، الله يذكرك بالخير. الشيخ فيصل بن عبد الله العوامي، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، ماذا يعني مفهوم المواطنة؟ هل يعني الولاء للنظام السياسي أو الالتزام بالقانون أو الشعور بالانتماء إلى الأرض أو الانتماء إلى المجتمع أو غير ذلك؟ قال أحد الباحثين القانونيين إن المواطنة هي علاقة بين الفرد والدولة يحددها الدستور بما ينص على حقوق من حقوق بما ينص عليه من حقوق وواجبات للمواطن. لكن عند شرحه لهذا النص صار يثقل كاهل المواطن بالواجبات من غير أن يشير إلى حق من حقوقه. يبدو لي أن مفهوم المواطنة فضفاض غير مشخص في خطابنا الثقافي، ولهذا كثيرا ما تلوح به جهة ضد أخرى، سواء كانت فئوية أو مناطقية أو مذهبية، في بعض المواقف التي ربما لا تمت للمواطنة بصلة، لتصفية حسابات أو غير ذلك، وكأنما هو لباس تفصله كل جهة على مقاسها الخاص. وأرى أن المواطنة تفاعل نفسي وواقعي بين الفرد والمحيط، وهو يتجلى في عنصرين، أحدهما حق والثاني واجب، وهما: الأول حصول الفرد على كرامته وحقوقه بصفته عضوا أساس في المحيط، وهو الكيان الاجتماعي العام الذي ينتمي إليه. ثانيا الالتزام بالنظام الاجتماعي العام واحترام القانون، أي الصدق في الانتماء. والأصل هو الحق، والنظام شرط، أي أن الحق بشرط المحافظة على النظام، وليس العكس، بأن يكون النظام هو الأصل بشرط تحصيل الحق كما هو شائع في كثير من البلاد العربية. وذلك أن الأصل هو الإنسان وليس القانون، والنظام والقانون ما شرعا إلا لتحصيل حقوق الإنسان والمحافظة عليها، وهذا ما أفهمه من قوله سبحانه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سؤال: ما قيمة المواطنة عند الإنسان السعودي؟ لأن مفهوم المواطنة غير واضح وغير متسالم عليه، لم يتحول إلى ثقافة تربوية، لذلك يصعب أن نجد له تمثلا حقيقيا واعيا في معاملات ومواقف أبناء الوطن، فيما عدا ما تقتضيه طبيعة الانتماء لأي كيان أو ما يقتضيه الانتماء القبلي وشبهه. أضف إلى ذلك الوجود الملحوظ للحس المناطقي والطائفي، وهو غير مستنكر في ذاته، إلا أنه قد يشكل مانعا من تعمق ثقافة المواطنة التي تحتضن الجميع، لأنه قد ينمي ثقافة الاستحواذ وسياسة التهميش. شكرا. شكرا.